الو، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ تمام يا اخوانا، والله مكتوبه مودره والحمد لله على كل حال، وهذا ما اراد الله. والله ما يعني اردنا هكذا، ولكن تسطرت، وهذا ما اراد الله. لن نخطط لها، ولكن هذه إرادة الله. فيا أخواني أعفوا عني، أعفوا عني يا إخواني. كل من أراد مني دينا ولم أنجز أن أسدده له، يا إخواني، كل من أراد مني دينا أريده أن يعفي عني. والله هذا لن أخطط له، وهذه هي مشيئة الله. فيا إخواني أعفوا عني، ويا زوجتي ألزم الصبر، ويا زوجتي ألزم الصبر، ويا زوجتي ألزم الصبر. وقع 10 على الوليدات، وهذه إرادة الله. عفيت عنك فاعف عني، عفوت عنك فاعف عني، عفوت عنك فاعف عني. ويا أبي أعفي عني، ويا إخواتي أعفوا عني، ويا إخواتي أعفوا عني، ويا إخواني أعفوا عني، ويا أعمامي وعماتي أعفوا عني. واذكروني أذكركم الله، اذكروني يذكركم الله، وهذا ما أراد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله لا إله